شاشة إذن التوريد تعتبر شاشة إذن التوريد في العمليات في إدارة المشتريات مجرد محضر فحص واستلام يتم من خلالها إدخال الكميات الواصلة فعلاً من الأصناف والبضائع التي تم شراؤها بفاتورة مشتريات خارجية تعتبر شاشة إذن التوريد المخزني خطوة مهمة في حالة استخدامنا لفواتير المشتريات الخارجية وفتح الاعتمادات المستندية المختلفة وتحميل الأصناف بما يخص من مصاريف مختلفة سواء كانت تأمين أو شحن أو جمارك أو أخرى أو بنكية أو إلى آخره ولمعرفة أهمية شاشة إذن التوريد نقوم بعرض المثال التالي تم شراء الأصناف التالية من شركة معينة التجارية بالدولار. وقد تم فتح الاعتماد المستندي لصالح بنك التضامن. أسماء الأصناف ظاهرة أمامكم. الكميات تكلفة الشراء. ملاحظة: ايفون 6 الكميات في فاتورة الشراء 230 بينما الكميات التي وصلت فعلا 225 أي أنه في شاشة إذن التوريد سيتم إدخال 225. طبعا المصاريف المرتبطة بهذه الفاتورة هي التكاليف الظاهرة أمامكم طريقة الفوق هناك مصاريف شحن وتأمين وجمارك ومصروفات أخرى ومصروفات بنكية الآن نقوم بعرض مثال تطبيقي وخطوات تنفيذية لكيفية استخدام شاشة إذن التوريد يتم الدخول إلى إدارة المشتريات العمليات فواتير المشتريات ونقوم بالضغط على زر الإضافة وعمل فاتورة بالآجل يتم البحث على المورد بالضغط على F9 شركه معين ونقوم بانزال الاصناف بالضغط على F9 سامسونج الكميات الواصله 300 سعر الشراء 350 دولار او الكميه التي تم شراؤها ثم ايفون 6 كمية التي تم شراؤها 230 السعر 450 دولار إذا هذه الأصناف التي تم شرائها من فاتورة مشتريات خارجية، نقوم بعملية الحفظ. الآن نذهب إلى إذن التوريد المخزني. العمليات إذن التوريد. إذا لم يتم عمل إذن توريد فإننا لن نستطيع احتساب تكلفة المشتريات الخارجية. فإذا ما ذهبنا مثلا إلى تكلفة المشتريات الخارجية وقمنا بالضغط على زر الإضافة وأردنا إنزال ألف أصناف الخاصة أو المصاريف الخاصة بهذه الفاتورة نلاحظ عدم ظهورها، السبب لأننا لم نقم بإدراجها وإدخالها في شاشة إذن التوريد المخزني، لذلك يتم الدخول إلى إذن التوريد ما عليك إلا الضغط على زر الإضافة، ثم تحديد فواتير المشتريات، فاتورة رقم ثلاثة، ثم تحديد المخزن، ثم نستطيع في إذن التوريد تحديد الكميات الواصلة فعلا 200 وخمسة وعشرين حسب ما هو موجود في المثال. 225. الآن نقوم بعملية الحفظ. الآن نستطيع احتساب تكلفة المشتريات وتحميل الأصناف بما يخصها من مصاريف مختلفة بعد قيامنا بعمل إذن التوريد. فإذن التوريد هو عبارة عن محضر فحص واستلام. ليس له تأثير كمي. ليس له تأثير محاسبي، إنما هو خطوات إجرائية يتم من خلاله إدخال الكمية الواصلة فعلا. الآن أستطيع عمل واحتساب تكلفة المشتريات خارجية. الضغط على زر إضافة، ثم عرض الفواتير نلاحظ ظهور الفاتورة بعد عمل إنتوريد، ثم نقوم بإدخال الاعتمادات المختلفة، ثم احتساب الفاتورة الخاصة بنا. وتحميلها بما يخصها من مصاريف وأعباء مختلفة. ثم نقوم بالضغط على زر الآلة الحاسبة، ونقوم بهذا باحتساب وتحميل الأصناف بما بما يخصها من مصاريف مختلفة. هذه الخطوة واحتساب التكاليف وتحميلها على أصناف لا يمكن أن تنفذ بدون عمل إذن توريد مخزني بالشكل الظاهر أمامكم نكون بهذا قد انتهينا من شرح شاشة إذن التوريد المخزني والمقصود به وفائدته ملاحظة بسيطة هناك فرق بين إذن التوريد وأمر التوريد أمر التوريد المخزني يوجد في شاشة أو في إدارة المخزون ويتأثر المخزن كميا كما يتأثر محاسبيا بينما في إذن التوريد ليس له تأثير كمي ولا محاسبي إنما فقط يعرف بمحضر فحص واستلام يتم إدخال الكميات الواصلة فيه فعلا من أجل احتساب تكلفة المشتريات الخارجية